يا السلام عليكم. اذا عندنا درس جديد هو درس تقديم القسمه. فالدرس هذا غادي نحاولوا نتعرفوا على شنو مفهوم القسمه والعلاقه ما بين القسمه والضرب. هنا عندنا اوزع بالتساوي 15 قرصا على 3 اطفال. اذا عندنا 15 قرص خصنا نوزعهم على 3 اطفال ولكن بالتساوي، يعني عدد الاقراص اللي غياخذهم الطفل الاول ونفس العدد اللي غادي ياخذه الطفل الثاني ونفس العدد غادي ياخذه الطفل الثالث. نفرقهم بالتساوي، غادي نبدا نفرق عليهم وحده بوحده بوحده، يعني كل طفل غنعطيه وحده. يلا ادم هز وحده، اذا ها هي وحده عطيناها للطفل الاول، الطفل الثاني، الطفل الثالث. انا كنشوف هنا باقي لي العدد، باقي لي الاقراص، يعني غنزيد عاود نفرق عليهم وحده وحده وحده. نعم، نعم، وهنايا باقي عندي الاقراص، غنزيد نفرق. زيد ادم بسرعة. قرب هادو. زيد، غنزيد نفرق، باقي ما كملتش 15 اللي عندي. نعم، إذا هنايا كل طفل شحال خدا د الأقراص؟ خمسة. خمسة. كنشوفو الطفل الأول عنده 5 الأقراص، الطفل الثاني 5، الطفل الثالث 5. إذا هنا فرقت عليهم 15 قرصا، فرقناها على 3 أطفال، يعني 15 قسمة 3 شحال كتساوي؟ تساوي 5. هنا هنايا ونكتب 15، 15 يعني العدد الكلي ديال الكلى اللي عندنا ولا الأقراص، قسمة 3، يعني قسمة العدد ديال الأطفال اللي حنا قسمنا عليه، قسمنا على 3 تساوي 5. هنايا كنلاحظوا بأننا باش نحولوا القسمة لجداء أو لجدول الضرب كنكتبوا 5 في 3 تساوي 15. غنجيو نخدموا مثال آخر. عندنا أوزع بالتساوي 12 قرصا على 4 أطفال. هنا عندنا 12 قرص، غنوزعوها على 4 أطفال. عاود غنستعملوا نفس الطريقة اللي استعملنا في المثال الأول. عندنا 12 قرص غنوزعوها على 4 الأطفال بالتساوي، يعني كل طفل غياخد قدو قد الطفل الآخر، ماشي واحد غياخد وحدة وآخر ياخد جوج وآخر ياخد ثلاثة، لا، خصنا كاملين بأربعة بيهم ياخدو نفس العدد ديال الأقراص. يعني عمدا غنعطيو للطفل الأول، حنا عطيناه وحدة، الطفل الثاني، الطفل الثالث، الطفل الرابع، كنزيد وكنكمل، كنبقى نوزع حتى كنكمل العدد الأقراص اللي عندي. كملنا التوزيع ووزعناهم عليهم كاملين، كنلاحظوا بأن كل طفل عنده 3 ديال الأقراص، عندنا 3 الطفل الأول، 3 الطفل الثاني، و 3 الطفل الثالث، و 3 الطفل الرابع. دابا هاد العملية اللي عملنا دابا خصنا نكتبوها على شكل قسمة. كيفاش غنكتبها؟ باش نحولوها على شكل جداء نكتب 3 في 4 تساوي 12. لاحظوا خدينا غير الأعداد اللي عندنا هنايا، 3 في 4 تساوي 12. نمر لمثال آخر. هنا غنخدمو مثال آخر. وزعوا 24 كعكة بالتساوي على 3 أشخاص. دائما فيما كنهضر على التوزيع ولا على القسمة بالتساوي، يعني خصهم ياخدوا نفس العدد. مش نوزع 24 كعكة على 3 أشخاص، يعني 24 قسمة 3. لكي أحسب أن هاد 24 قسمة 3، كنشوف 3 ضرب أي عدد يساوي 24، يعني 3 شنو العدد اللي غنضربه في 3 كيساوي لي 24. هنا ضروري خصك تكون حافظ جدول الضرب، لأن 3 ضرب ماذا تساوي 24. كنشوف جدول الضرب ديال 3، شنو العدد اللي سأضربه في 3 يساوي لي 24. 3 في 8 تساوي 24، 24 قسمة 3. قلنا بأن كاين علاقة ما بين الضرب وما بين القسمة في الأمثلة السابقة اللي شفنا. إذا هنا باش نحسب أنا 24 قسمة 3 كم تساوي، شنو العدد اللي كان نضربه في 3 ويساوي لي 24؟ ديجا خرجنا هنا يعني 8، إذا 24 قسمة 3 تساوي 8.